سعيدة نكون جزء من هذه التجربة التلفزيونية الجديدة، برنامج رمضان معنا. بالنسبة لي سميتها في البداية مغامرة، لأن هذا الإطلال على الجمهور المغربي وعلى المشاهدين بالدارجة وفي هذا النوع من البرامج اللي عندها واحد النوع، يعني عندها واحد الإيقاع مختلف، وطريقة ولا المقاربة اللي كنناقشوا بها المواضيع وطبيعة الضيوف اللي كنستضيفوهم، هذا لو كونسيبت جا باش يجمع بين المتعة، يعني أجواء، واحد الأجواء إيجابية عندها علاقة بالأجواء ديال الشهر الفضيل، كلها طاقة زوينة، وفي نفس الوقت يكون مضمون هادف، مضمون مفيد للمشاهدات والمشاهدين. فنتمنى ان الناس يتقبلوني بهذا الشكل الجديد اللي فعلا طلب مني واحد المجهود، لان انا يعني الاخبار والبرامج الاخباريه باش نباسكولي من اللغه العربيه للدارجه وباش نطرح اسئلتي بواحد الشكل اللي فيه العمق ولكن فيه واحد النوع من التبسيط. فانا مازال يعني مازال كنتمنى، كنحس براسي مازال في الفتره الانتقاليه. نتمنى يعني مع توالي الحلقات نلقى الايقاع بشكل افضل. عموما انا مرتاحه جدا في هذه التجربه، ووصلوني للعديد من الاصداء الايجابيه، وقدرت من خلالها نفتح على بروفايلات ديال ضيوف جداد، ونناقش مواضيع ما سبقتش وناقشتها لا في البرامج الاجتماعيه ولا في الاخباريه اللي كندير. وبالنسبه لي الاعلام الهادف يعني هو الخدمه اللي كنبغي نقدمها للناس من مداخل متعدده. هذه تجربه، غادي نديروا لها التقييم ونشوفوا المستقبل شنو يقدر يجيب. شكرا. البرنامج واحد الموعد اللي اختارينا انه يكون كيشمل مواد فنيه وايضا الجانب ديال النصائح، ولكن بواحد اللمسه اللي تكون فيها الترفيه والاخبار، لانه الغالبيه ديال البرامج اللي كنشوف انا شخصيا كيكون يا اما ترفيهيه وما كيحضرش فيها الاخبار. هذا لا، بالعكس، هذا برنامج لي يومي طيله 30 يوم، فريق صحفي وفني اللي نجمعوا فيه ما بين اللمسه ديال الاخبار والترفيه، وفي الجو ديال رمضان قبل ساعه قبل الوقيته ديال الافطار. بالتالي ضيوف من شرائح مختلفه، ممكن جبر المهتم بالشان الاقتصادي الثقافي الفني السياسي احيانا، ولكن بان تريتمون ديكالي واللي يكون كيحترم بالخصوص. نحاولوا الناس نعطيهم واحد البديل ونطلعوهم لعندنا شي شويه، وحنا طبعا مستعدين انه يكون واحد العمليه ديال الاخذ ورد مع المشاهد باش بالخصوص نزيدوا ندقوا واحد الباب اللي هو مهم، ونعرفوا الناس شنو باغيين يشوفوا، ونعرفوا حنا راسنا شنو خصنا نعطيوهم، لانه هي واحد خص انستالي اون سورت دو كومونيكاسيون لاتيرال، واحد الجانب ديال التواصل الافقي مع المشاهد، باش كتبقى واحد العلاقه حميميه واللي فيها افاده واستفاده. هو اللي شاف الاشتغال ديال ايمان اغوتان اللي سبق لي انا شرفت على واحد الموعد واحد اخر ديال تامغرابيس، كانت فيه كنشتغل بالدارجه، يعني حتى بالنسبه لإيمان أغوتان راه كاين ديك المرور من النفس الاخباري اللي الجمهور تولف عليها سنوات، وما بين كيفاش انه مشينا في واحد التجربه ديال تامغرابيت اللي كانت بالدارجه، واللي دابا هاد التجربه هذه هي كتبان يوميا دارجه اللي اكسيسيبل بالنسبه للناس كاملين، ولكن ديما بواحد اللغه اللي شويه اللي تكون ما نقول لك شرقيه، ولكن اللي كتوصل لشرائح كبيره، ولكن ديما تكون الامور معده من الالف للياء، لانه انا صراحه في الطريقه ديال الاشتغال ديالي في القسم الثقافي كامل هو انه ما نخلي ولا حاجه للصدفه. انا الصدفه شخصيا لا حتى في البرامج اللي كنعدنا لا اللي كنشرف عليها ما كنبغيش الامور اللي كتمشي للصدفه. ومع ايمان ومع الطاقم التقني كامل الحمد لله الامور راه اللي غيشوف الحلقه يقدر يكونوا ملاحظات، ولكن على الاقل يعرف بانه كاين ما هو الحاجه اللي هي مهمه هي احترام المشاهد. سمير عثماني رئيسه تحرير قناه ميدي ان تي في، دنيا صبيح رئيسه نشر بقناه ميدي ان تي في. رمضان معنا هو برنامج رمضاني ثمره عمل فريق اللي عمل بكل جديه باش نقدموا هذا البرنامج في احلى حله. برنامج متنوع في فقرات متنوعه كتقيس هموم الشارع المغربي، وايضا كنقربوا من اهتماماتهم كما كتشوفوا او شافوا المشاهدين من خلال 10 حلقات
الفقرات اللي دازوا اننا فقراتنا قربنا من نبض الشارع المغربي من خلال فقره بلسان المغاربه، يعني بلسانهم كننقلوا المواضيع اللي كتهمهم وكنقربوا لها اكثر من خلال فقره اراء الشارع اللي استقينا فيها واللي جسينا فيها بالأحرى نبض الشارع المغربي. أيضا خبر السوق هي فقرة اللي كيقدمها الزميل عصام عباري، كتقربنا من جولات في الأسواق باش نعرفوا الأسعار، نشوفوا شنو طالع شنو هابط شنو اللي متوفر شنو اللي متوفرش، وأيضا كيكون معها آراء الناس اللي كي يقولوا بكل حرية والرأي ديالهم في هذه الفقرة. هذه فقرة هاشتاغ رمضان هي فقرة خرجنا فيها من هذا الشيء كله، يعني بغينا نديروا الطونونس اللي كاين في مواقع التواصل الاجتماعي مع فتح الله البوزيدي. ايضا هي فقره كنشوفها مهمه لان كما كتشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي دابا هي كنشوفوها كتنقل حتى هي نبض الشارع ونبض المواطن. فقرة أجي نستافدو هي فقرة مهمة، يعني فقرة صحية بامتياز، ومع أسماء بشيري كنخرجوا شوية من المعهود في البرنامج وكنمشيو للإكسترا نيوز، هي أخبار اللي كتكون يعني غريبة وعجيبة وكتخلق واحد كتعطي واحد الطعم الآخر البرنامج. نتمنى أن المشاهد يكون عجبو البرنامج وأن أننا قدرنا أننا نعطيه شي حاجة اللي هي مفيدة وممتعة وقريبة ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.